مساء الخير، اهلا بيكم في قناتي موري بيباوي. اهلا بالجميع. النهارده هعمل لكم فيديو لكيفيه قياس الضغط، وطبعا ان احنا نقيس الضغط بايدينا افضل بكتير ان احنا نجيب حاجه تكون ديجيتال الكترونيك بتطلع الضغط لوحدها، لانها ممكن تكون باظت واحنا مش عارفين، والضغط كل مره بيطلع لنا غلط. في المكان ده هنلف الكف تمام عند مكان النبض من الداخل، في الايد من الداخل الناحية دي كده تمام. هنحط الرابر اللي هما الجلدتين اللي طالعين دول من الكاف اللي احنا بنلفه في الجزء الداخلي للدراع من جوه زي ما احنا شايفين. ودي السماعة هنحطها برضو، لا دي سوري، الكلوك اللي هي زي الساعة دي بتتحط في مكان القلب، يعني نفس مستوى القلب بنحطه على الكف نفسه اللي بنلف بيه. بعد كده بنجيب السماعة ونحطها مكان النبض اللي هنسمع بيه الضغط، ضغط الدم. هنحطها هنا كده في مكان ايه، الاتنين رابر، بين الاتنين رابر في النص بنحط السماعة تمام. وبعد كده نبتدي ننفخ، ننفخ الكف دي لغاية لما نسمع أول نبضة. أول ما نسمع أول نبضة برضو نفضل ننفخ ننفخ لغاية لما النبضات تروح، دق القلب يتوقف سمعه. فبعديها ب20 بنزود، بعديها ب20 درجة، وده بنشوفه عن طريق الساعة الموجودة المدورة اللي هي عاملة زي الساعة المدورة اللي هي موجودة على الكف اللي احنا ركبناه دلوقتي. بعد كده بنبتدي ننزل بالتدريج. اول نبضة بنسمعها دي اللي هي السيستوليك اللي هي الرقم الكبير، ونفضل ننزل بشويش ببطء كده، بنلف الرابر ببطء لغاية لما يتوقف صوت النبضات خالص. يبقى بنشوف وصل عند انهي رقم، وده بيبقى الدايستوليك. يبقى السيستوليك الرقم الكبير على الدايستوليك الرقم الصغير هو ده الضغط بتاعنا. والطبيعي لأي بني آدم ضغطه بيبقى من 120 لـ80، بنزود 10 عليهم أو ننقص 10، بحيث انه 120 على 80 130 90 أو 110 60. ولو حد عنده الضغط بيبقى عالي بنقلل المش، بنقلل الرنجة، الفسيخ، أي حوادق المخللات. ولو الضغط واطي بياخد الأسوس وبياخد أكلات فيها ملح أكتر زي الرنجة والفسيخ والمش. وشكرا ليكم، يا ريت تعملوا سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، لو انتم مش عاملين، ولايك واي كومنت بالنسبة لكم لو عايزين تسألوا اي حاجة، عندكم اي اقتراحات. وشكرا ليكم ومرحبا بيكم، والى اللقاء في فيديوهات كتيرة تانية جاية هتفيدكم. واي حد محتاج اي فيديو اعمله له او انزله له طبي او غير طبي، يا ريت يسألني في كومنت وارد عليه واحاول اعمله له. شكرا. ممكن نستخدم المسك بين الأبيض.